في بداية الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. نفى حميد بوزيد وكيل المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي تلقي عرضا من بوردو الفرنسي للانتقال إليه الدولي المغربي بداية من فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وأكد وكيل أعمال أزارو: لم نتلقى أي عرض. بالنسبة لأزارو، اللاعب تلقى عرضا شفهيا من أحد أندية الدوري البرتغالي لكنه لم يرتقي للطابع الرسمي. وكانت تقارير صحفية قد أشارت لتلقي أزارو من نادي جيروندان بوردو الفرنسي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وقالت تقارير أنه تم ترشيح اسم المهاجم المغربي على إدارة نادي بوردو الفرنسي، خاصة أن اللاعب البالغ 24 عاما لديه عقد ممتد مع الأهلي حتى 2021، ولم يشارك مع منتخب بلاده في نهائيات كأس أمم أفريقيا 2019 إلا أنه سجل 7 أهداف وصنع 5 أهداف وفي 28 مباراة في الموسم الماضي. وأضافت التقارير أنه من المتوقع أن تصل قيمة إتمام الصفقة بمبلغ 3 ملايين يورو.